يا ترى الدولار رايح على فين؟ وايه حكايه الاسعار اللي بتضرب كل يوم دي في البنوك؟ هل ده طبيعي ولا في ازمه في سوق الصرف؟ وليه ناس حذرت من عوده السوق السوداء للدولار؟ وايه مخطط تجار العمله علشان يرجعوا من تاني؟ كل ده هنعرفه في الفيديو ده. بانكير نبض البنوك. من يوم الاربعاء اللي فات ولحد النهارده لحد الدولار الامريكي سعره قفز لاكتر من 40 و50 قرش كمتوسط سعر قدام الجنيه المصري، ودي اكبر زياده من ساعه التعويم في مارس اللي فات، وخلاص الدولار داخل على 49 جنيه. وفي ناس وللاسف منهم خبراء رجحوا عوده السوق السوداء للدولار، وان سعره هيتعدى ال 50 جنيه وهيتراوح ما بين 55 ل 60 جنيه في السوق الموازي. طبعا اللي بيقول كده من بين ناس كتير يهمها ان تجار العملة يرجعوا من تاني يتحكموا في الاسواق ويوصلوا الدولار لفوق 70 جنيه علشان يحققوا مكاسب بالملايين، لكن اللي هيحصل ان سوق العملة الموازية مش ممكن يرجع تاني خالص، لان القواعد اللي بتحكم سوق الصرف اتغيرت تماما، وبقت العرض والطلب هو بس اللي بيحدد سعر الدولار، وإلا ما كناش شفناه النهاردة داخل على 49 جنيه. وبالعكس اللي بيحصل وبيقول وبيأكد ان في سعر مرن حقيقي، وإلا البنك المركزي كان اتدخل وفرض حماية على الجنيه وتحكم في سعر الورقة الخضراء، لكن ده خلاص زمن وفات، والسوق هو البطل في تحديد السعر في كل ساعة ويوم، وشفنا ازاي الدولار سعره اتغير اكتر من 10 مرات في التداول، وده بيحصل في كل بنوك العالم، لان دي طبيعة الحال في سوق العملة، واللي بتعتبر زي اي سوق بيتحكم فيها العرض والطلب. طب ليه الدولار من الاربع اللي فات بيزيد وزيادة مش طبيعية؟ الحقيقة دولار سعره بيزيد من ساعة صندوق النقد ما طلب من الحكومة المصرية انها ترفع اي قيود على سعر الصرف المرن، والناس افتكرت ان في تعويم تاني وده مش حقيقي، لكن الصندوق لما قال كده كان بيأكد على التزام الحكومة بسعر الصرف الحر للعملات. لكن في نفس الوقت برضو ارتفاع سعر الورقة الامريكية معناه ببساطة ان في طلب على الدولار بشكل كبير في الايام الاخيرة زي ما قلنا، بالاضافة لخروج حوالي 4 مليار دولار من الاموال الساخنة او الاستثمارات التيكاوي زي ما بيسموها بتوع الاقتصاد من السوق المصري. الاموال الساخنه سبق واتكلمنا عليها بالتفصيل، وقلنا انها اموال سريعه الهروب من الاسواق وبتعتمد على الاستثمار في ادوات الدين الحكوميه واذون الخزانه، وما بتعتبرش استثمارات مباشره لانها ما بتستثمرش في الاصول او بتعمل مشروعات مثلا. والرقم طبعا عمل فجوه بسيطه جدا، لكن تجار العمله ما صدقوا علشان ينشروا الاشاعات ان الدولار مش موجود في البنوك وان السوق السوداء رجع من تاني. انا اشرفت اشرف، والى اللقاء. بانكير نبض البنوك.